إذا عندنا من جديد متتبعي قناة الشوشي من خلال هذا المباشر باش نقربكم يعني من الأجواء العامة هنا بالمطار. تنشوفوا أن السياح لا زالوا في توافد مستمر باش أنهم يمشوا يقصدوا المدن ديالهم البلدان ديالهم في اتجاه البلدان ديالهم بشكل عادي لحد الآن، يعني بخصوص يعني لك هنا البوابة ديال الخروج ديال المطار كما تشوفوا يعني باقي الاصحاب وكاله الاسفار يعني في استقبال مستمر للسياح اللي باقي تتوافدوا في رحلات سياحيه على مدينه مراكش، بالاضافه انه تنشوفوا انه عدد كبير من السياح اللي قرروا انهم الان في اتجاه بوابه الدخول ديال المطار في المراقبه كما تشوفوا من خلال هذا المباشر الان من امام مطار مناره الدولي، يعني المجموعه ديال السياح يعني في اتجاه البلدان ديالهم في انتظار الرحلات الرسميه. يعني لا حديث الامس الا سوى على ديك الفوضى اللي عاشها المطار المناره الدولي، يعني السياح اللي تيطالبوا بتوفير الرحلات في اتجاه البلدان ديالهم. يعني تنشوفوا يعني افواج من السياح الان في اتجاه البوابة الدخول اللي فيها واحد المراقبه مشدده الان، يعني يعني البوابات الثلاث للمطار المناره الدولي يعني كان واحد المراقبه مشدده جدا. السياح يعني اللي انهم جاوا بالحقائب ديالهم والمعدات ديالهم باش انهم يلتحقوا بالرحلات في انتظار الرحلات ديالهم باش انهم يمشوا للبلدان ديالهم. لان كما تشوفوا هنا البوابه ديال الخروج اللي مازال يعني اصحاب وكاله الاسفار تنتظروا بعض السياح انهم يجوا يعني في انتظار الرحلات ديالهم انهم اللي قصدوا المغرب. يعني سمعنا بانه كاين واحد المجهودات كبيره يعني اجراءات وقائيه واحترازيه داخل المطار هنايا، والمسؤولين قايمين بمجهود كبير باش انهم يعني في اطار الفحوصات الاوليه باش انهم السياح اللي تيستقبلوهم الان هنا في المطار انه يعني يخضعوا للفحوصات الاوليه للتاكد من السلامه ديالهم. يعني تشوفوا يعني واحد الاستقرار امام البوابه ديال الدخول يعني الوصول الى محطه الوصول بخلاف بوابه العوده او الرجوع يعني او المغادره. يعني تنشوفوا فيها واحد الاكتظاظ كبير ديال السياح اللي يعني قاصدين المطار ديال المناره الدولي العوده. كاين السياح اللي دايرين الكمامات كما تنشاهدوا الان من خلال هذا المباشر، يعني واحد الاكتظاظ كبير ديال يعني محطه العوده، يعني ضغط كبير على محطه العوده هنا بمطار المناره الدولي. إذا دائما مواصلين معكم خلال هذا المباشر، يعني كما تشوفوا الآن يعني ضغط كبير وضغط متواصل بخلاف أمس. يعني أمس كانت واحد الحالة فوضى كبيرة أمام هنا داخل المحطة، يعني قمنا بإجراء مجموعة ديال الاتصالات مجموعة ديال المسؤولين بالمطار، رسلنا كذلك رسلنا واحد مجموعة ديال الرسالات في إطار أنهم باش نتأكدوا يعني من يعني ربما كاين يعني الصراخ داخل يعني مطار المنارة الدولي، يعني يمكن ربما عادت الفوضى هنا بالمطار، ربما ان السياح تنتظروا الرحلات باش يرجعوا للعوده ديالهم. اذا على العموم احنا في اتصالات يعني مكثفه تنحاولوا انه من خلالها يعني باش نتصلوا بالمسؤولين هنا في المطار باش يقربونا يعني من الاجراءات والتدابير اللي اتخذوها باش انهم يوفروا الرحلات العوده للسياح. تنشوفوا ان واحد الضغط وضغط كبير ومتواصل على المطار ديال المناره الدولي باش انه في بوابه الدخول باش انه السياح تنشوفوهم الان يعني في توافد متواصل ومتسارع باش انهم اتجاه المطار نحو الرحلات ديالهم. اذا يعني هذا ما يخص الان يعني الحاله العامه اللي تيعرفها المطار المناره الدولي امام بو
متعودة هنا بمدينة مراكش. إذا هذا ما يهم وما يخص يعني التوافد ديال السياح للعودة للبلدان ديالهم. الأمس تم تداول بشكل كبير فيديو داخل المطار يعني تشخص وتوضح الحالة اللي عايشها المطار. المنارة يعني السياح نفد صبرهم في انتظار رحلات يعني تفر رحلات ديالهم العودة للبلدان ديالهم. تنشوفوا أنه لا زالت اليوم احنا في نهاية الأسبوع يوم أحد يعني وتوافد متواصل ديال السياح نحو البلدان ديالهم يعني نحو المطار في من أجل العودة للبلدان ديالهم. إذا هذه هي الحالة التي يعيشها المطار. تنتمنوا أنهم المسؤولين صدقا أنهم يوفروا لنا مجال باش أنه يعني قمنا برسائل متعددة سواء المسؤولين هنا بالمطار باش أنهم يقربونا من الأجواء العامة يعني ونشوفوا التدابير والاحترازات وكذلك الخطوات ديال يعني توفير العودة لهاد السياح البلدان ديالهم. وتنتمنوا انهم يتجاوبوا معنا من خلال الرسائل اللي رسلناهم باش انهم وفروا لنا مجال باش نقربوهم من يعني نقربوا المتتبعين ديال قناه شوف تي في من يعني الاجراءات اللي تتخذوها داخل المطار من اجل عوده المواطنين ديالهم البلدان يعني السياح البلدان ديالهم. اذا على العموم هذه هو البوابه ديال الدخول. تشوفوا بان الاجواء عاديه جدا. وكاله الاصفر اصحاب وكاله الاصفر تنتظروا السياح بشكل عادي يعني ما كاينش واحد الضغط كبير ديال في محطه الوصول بخلاف محطه العوده او محطه الدخول ديال المطار. يعني كاين واحد الضغط وضغط كبير متواصل على يعني محطه الدخول للمطار المنار الدولي يعني السياح اللي قرروا انهم يرجعوا للبلدان ديالهم. اذا متتبعي قناه شوف تي في هذه الاجواء العامه التي يعيشها مطار المنار الدولي في هذه اللحظات يعني بعد الاعلان بشكل رسمي على اصابه ديال 18 حاله اصابه بفيروس كورونا مستجد. يعني هذه هي الاجواء العامه. هذا الصباح جو بارد بمدينه مراكش 13 درجه وكان جو بارد هذا لحدود الساعه يعني الجو شبه قارس على العموم. اذا هذا ما يخص مطار المنار الدولي الحدود هذه الساعه. اذا تحياتي لكم متتبعي قناه شوف تي في من خلال مباشر في اطار انتظار يعني المستجدات بما يخص الرحلات. شكرا لكم على المتابعه. تحياتي لكم متتبعي قناه شوف تي في.